بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم آمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته. لا زال الحديث موصولا بنا حول الآداب الإسلامية، وكنت بدأت مع حضراتكم في الحديث عن آداب طالب العلم، وقلت بأن طالب العلم لابد أن يتأدب بآداب، منها الإخلاص، 2 التواضع، 3 أن يتأدب طالب العلم مع معلمه. يبقى في أدب ما بين الطالب والأستاذ، زي ما بيقولوا كده: من علمني حرفا صرت له عبدا. يبقى الإنسان مؤدب مع أستاذه، مؤدب مع شيخه. يعني أنا إلى الآن إذا قابلني شيخي الذي علمني القرآن أسلم عليه وأقبل يده وأطلب منه الدعاء، لأنه لولا هذا الشيخ ما جلست أمامكم هذه الجلسة. فمن علمونا من مشايخنا ومن أساتذتنا في الأزهر الشريف، رحم الله من مات منهم وبارك الله في عمر من بقي منهم. وهجيب لكم قصة عن الأدب مع العلماء، أدب الطلاب مع الأساتذة، اللي هي قصة الإمام الشافعي مع الإمام مالك. الإمام الشافعي رضوان الله عليه تأدب بأدب جم مع أستاذه الأستاذ أو الشيخ الإمام مالك، لما ذهب إلى المدينة المنورة على منورها الصلاة والسلام. فسيدنا الإمام الشافعي جالس في آخر المسجد، وسيدنا الإمام مالك جالس على كرسي الدرس، يقول عن نافع، عن ابن عمر، عن صاحب هذا المقام، ويشير بيده إلى مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام الشافعي جالس في آخر المسجد يأخذ من ريقه ويكتب على الأرض، فرآه الإمام مالك، فتعجب الإمام مالك مما يفعل، فناداه بعد الدرس: يا غلام تعالى. فجاء إليه، كان لسه الإمام الشافعي يعني صغير، 12-13 سنة، فقال له: من أنت؟ قال: محمد بن إدريس الشافعي. فقال له الإمام مالك: أحدثكم بحديث رسول الله وأنت تعبث في الأرض؟ فقال الإمام الشافعي: والله يا إمام ما كنت أعبث، ولكني كنت أبل بريقي وأكتب على الأرض مخافة أن أنسى. يعني مش معاه ما يكتب به، ليس معه دواه ولا رقعة ولا حاجة يكتب بها، فكان يأخذ بريقي ويكتب على الأرض عشان ما ينساش اللي بيسمعه من الشيخ، لأن العلم صيد والكتابة قيده، لما تقيد العلم تقوم إيه؟ تتذكره ولا تنساه. لذلك كنا زمان في الكتاب نكتب اللوح، نمسك كده الجديد اللوح الجديد نكتب صفحة ولا نصف صفحة، نكتب بالتشكيل ونروح لسيدنا تاني يوم نقرأ عليه، يقوم الشيخ يشوف كده ويصحح، ولو عندك غلط أو خطأ في التشكيل يقولك اكتب تاني. كتبنا القرآن كله من الفاتحة إلى الناس، وده يعني حاجة مهمة في الحفظ، إنك تحفظ القرآن بالضبط بالشكل وتصح على الشيخ، تصح اللوح الجديد بعد كتابته. فقام الإمام مالك قال له: طب لو أنت صادق في اللي بتقوله اقرأ علي حديثا مما سمعت، قل لي حديث من اللي أنا قلتهم. وكان الإمام مالك ذكر لهم في المجلس 40 حديثا. فالإمام الشافعي قام جاي جالس مكان الإمام مالك، أجلسه شيخه في مكانه وقال: عن مالك، عن نافع،
عن ابن عمر عن صاحب هذا المقام أنه قال كذا. وخذوا بالكم من حاجة، الإمام الشافعي يقول عن مالك، هو سامع عن الشيخ مالك عن الإمام مالك، والإمام مالك كان يقول عن نافع، وده درس آخر وآدب أيضا من آداب طالب العلم أن ينسب العلم إلى قائله، من بركة العلم أن ينسب إلى قائله، فهو نسب العلم لمن سمع منه العلم. قال عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا المقام. فأمسدنا الإمام مالك، قال له: من أراد العلم النفيس فعليه بمحمد بن إدريس. فأمسدنا الشافعي رد عليه وقال: كيف ذلك وهو تلميذك يا مالك؟ رضي الله عنهم وأرضاهم. الأدب مع المعلم والأستاذ والشيخ، وأن ينسب العلم إلى قائله. ربنا يرزقنا الأدب مع مشايخنا ومع أساتذتنا ومع أساتذتنا، اللهم آمين يا رب العالمين. أروح فاصل وارجع لكم تاني، خليكم معانا وصلوا على الحبيب.